هاي بنات، اليوم جايبت لكم بديل الصبغة اللي هو سبراي، يعتبر هير لوشن، نفس اللوشن حق الشعر حق البنات اللي ما يصبغون او اللي يعتبرون شوي صغار بالعمر عشان يبلشون صبغات بشعرهم، او حق اي وحدة حابة انها تسوي نفس تاتش اب وهي مسافرة، يعني طريقة تونس وما تأذي الشعر حق تفتيح لون الشعر. اسمه المنتج مانزانيلا اورو، هذا تلقونه بهمس الطبيعة، راح احط لكم اللينك ماله. هذا طريقته وايد سهلة، عبارة عن بخاخ ترشونه على شعركم بعد الشاور، لازم شعركم يكون نظيف ومبلل، ترشونه على كل الشعر من الروتس من الجذور لأطراف الشعر، وعشان توزعونه زين لازم تمشطون الشعر او انكم تفرقون شعركم خصل وترشون عشان يصير فيه لون واحد من غير ما يبقع معاكم. الحلو فيه انه ما يؤذي الشعر، فيه بابونج اللي هو كامومايل، وايد بنات كانوا يحطونه على شعرهم ويطلعون على الشمس وما يسوون تان يفتح لون الشعر. طبعا بقول لكم شغله، حق البنات اللي شعرهم فعلا غامج يعني يميل على البني الغامج او الاسود، عشان تفتحون شعركم لازم كل يومين ترشينه. نفس الطريقه عقب الشاور شعرك مبلل ترشينه على كل شعرك زين، وتبلشين تنشفينه، يا انك تنشفينه بالهواء العادي تروحين تطلعين، او انك تنشفين شعرك بالسشوار. حق البنات اللي شعرهم بنيات فاتحه تقدرون تستخدمونه كل 3 ايام مو يومين، يعني اللي شعرها اغمج لازم تستخدمه كل يومين، اللي شعرها فاتح وتبي تفتحه زياده تستخدمه كل 3 ايام. ونفس الطريقه الحلو فيه انه تقدرون تتحكمون لاي درجه من اي درجه اللون اللي انت تبينه، فراح تشوفين النتيجة مو من أول مرة، احتمال تشوفينها من ثاني مرة أو ثالث مرة، لكن لازم تستمرين فيه لما تحصلين على الدرجة اللي أنت تبينها. ونفس ما قلت لكم كل المكونات طبيعية ما راح تأذي الشعر، والحلو فيه إنك تقدرين تسوين تاتش اب على الجذور بنفس الطريقة بس ينرش على منطقة الجذور. نفس ما قلت لكم في خلاصة البابونج، وبنفس الوقت it's paraben free يعني ما يأذي الشعر، وتقدرين أنت تتحكمين على تفتيح الشعر. فهذه الطريقة او بديل الصبغه بالبيت معاك اون ذا جو اول ذا تايم، يكون معاك هذا البخاخ كل اللي عليك تسوينه تستخدمينه بعد الشاور، وتنشفون شعركم بالسشوار. السشوار راح يثبت اللون على الشعر، فراح تشوفين النتيجه نفس ما قلت مو من اول مره، تستمرين لين تحصلين على الدرجه اللي انت تبينها، وبعدين تشوف يكون على الجذور اذا انت استمريتي صج عليه. نفس غير كذي المنتج هذا تقدرون بعد تقدرون تشترونه من نون، راح حطيت لكم اللينك على كل السنابات تستخدمونه وما يؤذي الشعر اذا عجبتك النتيجه. وقفي اذا ما عجبتك النتيجه وحسيتي انه قاعد يفتح معاك وانت قاعد تصبغينه على طول، روحي غسليه وراح يوقف البروسيس كله. ذكرني هذا السبراي بسبراي بخاخ كنت استخدمه ايام الجامعه، الحكي قبل كم سنه، نفس الطريقه ما كنت اصبغ، فكنت قاعد استخدم هذا المنتج كل ما رشه ما يفتح شعري، وكل ما سشورت حيل احسه فتح، قام يبلش يصير كذي مخصل، بعدين بلشت عاد اصبغ كذي. فنفس ما قلت لكم هذا بديل حق الناس اللي ما يصبغون او ما يبون كل شوي يصبغون، سعره حلو ما قاعد تدفعين حق صبغه، تدفعين حق منتج تحطينه معاك. انا انصح انه يكون معاكم اكثر من علبه، لان علبه واحده ما راح تطول معاكم وايد. ما يفتح شعري وكل ما سشورت حيل احسه فتح، قام يبلش يصير كذي مخصل، بعدين بلشت عاد اصبغ كذي. فنفس ما قلت لكم هذا بديل حق الناس اللي ما يصبغون او ما يبون كل شوي يصبغون، سعره حلو ما قاعد تدفعين حق صبغه، تدفعين حق منتج تحطينه معاك. انا انصح انه يكون معاكم اكثر من علبه، لان علبه واحده ما راح تطول معاكم وايد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.